وجه دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمد فترة التقديم لأداء اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، وذلك حتى يوم الاثنين القادم. وسيستمر موقع التنسيق الإلكتروني في استقبال رغبات طلاب شهادة الثانوية العامة المصرية لهذا العام 2024 لإجراء اختبارات القدرات حتى مساء الاثنين، علما بأن الموقع سيكون متاحا أمام الطلاب على مدار الـ24 ساعة.